ماكو واحد يجيب حل السؤال موجود. بعطيكم اياها واضحه اصلا بدون ما تدخل يعني الكيس اللي جبت لكم اياه بالفصل كان اصعب هواي من الكيس اللي جبت لكم اياه بالفاينل. وتفاجئت بالاجوبه. انترنال ديرنجمنت، ماي اوفيشال بين. ليش؟ انا طالب من عندك. اكس راي تشينجز، تقول لي انترنال ديرنجمنت؟ انا حكينا بالانترنال ديرنجمنت اكس راي تشينجز. قلنا كراديوغرافيكال تشينجز. بين المطلب الثاني انه هذا الموضوع بعيد عندنا. لو اوستيوارثرايتس لو روماتيد ارثرايتس. الكيس الثاني شبيه الكيس الثاني. حسبتهم من 190 مو 190 180 اللي يمتعني اللي كاتبي لي دنجرس دوماتايتس 65 طالب بس. طبعا انا رغم ذلك الجواب خلته مفتوح طلبتكم منكم ديفرنشيال مو ديفينيت بس اللي كاتب لي دنجرس دوماتايتس طلع درجه. لكن بلانس ممكن، بين في قص ممكن، بين في قوي ممكن، كل ممكن. دكتور انت رايد بس العلاج مو التشخيص مالها. لا اعرف بس العلاج، بس اذا تبي تعرف التشخيص شلون تعرف العلاج؟ دكتور نعرفه بس ما كتبنا لان ما مطلوب. نعرفه ليه؟ يعني رغم ذلك اللي مطيني جواب مال لكن بلانس حطيته صح. واللي حاط جواب مال بين في قص حطيته صح. واللي حاط جواب مال كندا حطيته صح. فما وضح لنا هالشيء. ليش يوضح لك؟ ليش يوضح لك؟ دكتور انت طالب بس العلاج. يعني السؤال واضح بس العلاج. العلاج هسه ماكو واحد كاتب لي العلاج صح. وقلت لك من كل المرحلة 60 طالب اللي مجاوبين ايديا عليكم السلام. هاي 40 درجة. زين كيف انا الاسئلة كلها امسك يوم. علي مو ردي تجيش؟ الدكتور جيب لنا الاسئله كلها امسك فيهم يعني مكان ال 50 سوين 100. شلون؟ هي هذا حقهم غير؟ يعني دكتور اليوم 12 راتب واذا حسبنا 12 هم اللي ماخذين 12 ونص تطلع نسبه 80%. بعد ليش؟ انا يعني بس 12% ضايج. لان شو كان شيء وريزلت شيء ثاني. لا يعني اكيد انت امتحان ما انت امتحنت فيها فصلي ما ممكن اجيب لك من عندها اجيب لك الماده اللي ما امتحنت فيها. لا انا جايب لكم على المحاضره الاولى خمس فراغات. خمس فراغات جايب على المحاضره الاولى. تي ام جي طبعا الموضوع ثقيل ثلاث بارتات شلون تجيب عندها اصلا اسئله؟ مو نص اقل من نص 15 نقطة. على العموم بس خلص فصلي السنة انتهت احنا لازم نحسب للإيجاب. حتى التايب مال المحاضرة راح اغيره مو نفس الفصل الاول. لازم تعطي طريقة جديدة لانه الظاهر انه هاي النتائج ما وصلت المادة يعني تعب مادتي كله راح. اي لازم اخلي حل احنا الماده ضخمه شنو؟ إيه. راح نصغرها بس راح تجي نتيجه صغيره يعني اكو نريد نتائج افضل يعني. الدرجه النسبيه مو قياس انا اعرف 190 موجودين ممكن يجوز بس 10 دول اللي ما راح يتوافقون نجحون بالفاينل بس البقيه كلهم راح نجحون بس مو هدفه هذا النجاح. هدف انا اذا باع 190 دول يكون من هالنتائجهم يعني كلهم دول مستواهم جوا 20%. لا لا راح تنجحين بالفصلي وتجي بالعملي وريكوايرمنت وسمنارات وتنشال هاي الدرجه. الدكتور المديسن ترى اكثر ماده عليها وحدات. واكثر ماده صعبه اذا خلوا اكثر ماده عليها وحدات. الدكتور معدلنا لا مديسن مو على محتوى. مو على وحده بس. ليش تعبكم طبعا؟ لا اكو 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 مستيك بالطريقه القرار تقرون انتم.
اكو مستحيل اكيد تطلعتوا لكم منكم قلب المحاضره وشاف الاجوبه الموجوده ما عرفت ليش يعني ليش هذا وجهتي هو موجود ليش ما كنت جدا انا طلعت الجواب والله كيف بس انت عاد شو عرفت مجاوب؟ قلبت الأسئلة؟ كنت متأكد من عزين؟ لا غلطان أنت. تدها 35 متأكد من عنده غلطان. أي. دكتور صراخات على 7 صحيحات. نعم. العملي؟ أي. أوف العملي خدين. اوفر اي الفاينل سووا اورال ينتهي الموضوع سووا بعد مقفول سلايدات اي يعني مرات هو تجربه انه نشوف الاسسمنت مال طالب هذا ممكن يفيده ممكن يجيب نتيجه السلايدات ما تجيب نتيجه لا ما يستلزم الموعد انتم حددتوه واحنا جينا نعطيه خلاص وكلها كانت الامتحانات كوندنس يعني ما في مجال اي هذا انتم حددتوا مو انا حددت لا ليش تصوموا درجتكم ما رفعت بالعملي غلطانين قدموا اعتراضات ورفعوا درجاتكم على العملي مين طوها بس هو يعني اذا قدروا تحصلوه شوفوا درجاتكم على العملي على العموم خلط فصل نص سنة خلصت هذا شيء بعد ما يفيد احنا اريد نحل نسوي الجديد شوف شنو الموجودات شلون هواي هواي عندنا اي طبعا نقلل الكمية مو نقلل المحاضرات يعني ما نشيل بالمادة كل بس المادة اللي كانت قبل مثلا احنا اساسية اخذناها كل الفصل الاول هسه لان كلهن اكثرهن يعني من نعتبر ميجرات انا ما اعتبر ميجرات فممكن نقلل من المادة مالتي اي يعني اول محاضرة نعم كنا جيت الفصل الاول يعني اعطيكم محاضرات هو الفصل الثاني اعطيكم مراجعة لا ما قلت مراجعة يعني شو مراجعة؟ شو راجعة؟ يعني هذا ماخذه انت قبل سيلفر جراند اكيد جديدة بس كمية المعلومات اللي نحتاجها بالفصل الاول هي كانت مهمة اللي لازم الكل يعرف فاضطرينا نعطي محاضرات كبيرة يعني لازم حتى تغطي كل المادة يعني هسه سيلفر جراند اللي قدام شفت لكم منها كان صراحة انا لان انت ما راح تشوفن انا ما شايفن انت شو راح تشوفن فماكو داعي ندوخ طالب شيء ما راح يشوف انا اريد اشياء كلينيكال اللي يتم فلذلك المحاضرات راح تكون اقصر من الفصل الاول بهواي خلينا بس الباوربوينت شلون؟ المواضيع مو ميجر يعني لا مو يعني مو هيدلاينز كاتبها انا بس هيدلاينز شلون راح تحفظ الكلام؟ هو المحاضر عندك وبي دي اف قاعد تقرا تبيها ما دورت دور الباوربوينت نعم هي ماكو شيء زايد هي كل نفس الماده بس هذا هيدلاينز من صفحه نشرح الموضوع بهيدلاينز هو ما اقدر اكتب كل محاضره الباوربوينت على العموم يعني لازم انا راح اغير سيستم المحاضرات لازم اغير طريقه قراءتكم لا تقرون نفس يعني نفس السيستم ما راح تجيب نتيجه ان شاء الله هذا من ضمن النقاط اللي قبل بيوم تمام بس يعني انا شفت كل طريقه القراءه خاطئه مو بس المحاضرات يعني المحاضرات كانت عندكم موجوده وشلون نقرا شلون؟ انت اصلا مرحله خامسه تقول شلون نقرا هذا والاول يقول شلون نقرا وجدرتم له وعدل له وقال له اقرا فلان شيء اقرا فلان شيء صف خامس تاجير بعد كل شهرين تشحن وذا شابتر شنو يعني؟ اي شنو يعني؟ شو تلاحين؟ يعني هذه المحاضرات اللي عليها سنتين نقرا باربع ايام. زايد هذا. ليش؟ تقول قبل 3 ايام. دكتور مثل الطالب هم تقراها باربع ايام يعني؟ اي بقرا بيومين مو باربع ايام. نفس الفترات هي شنو اختلف؟ شنو كان قبل هواي صار شويه؟ نفس الشيء وشنو اختلف؟ هم كان عندنا عملي وهم كان عندنا نظري.
لا صادفة عطل به، صادفة انه محاضرات احنا اخذناها جمعناها يلا نزلناها مرة واحدة، ما اقدر افصلهم بارتات. يعني هو موضوع تيم جوينت موضوع واحد، شلون افصل اربع محاضرات وانزل شيئا؟ طبعا الموضوع كبير نقسمها بالنص، بس من ننزل نزل محاضرة واحدة حتى تسهل. يعني صورنا زي ما انتخذتوها المحاضرة وراها شنو صارت؟ زي ما صورنا عن حضور هذا لحن يشرون؟ يعني انت محاضرتي مارتين جميل ما فيشل بين والبارت الأول مارتين من دير رانجمنت حاضرين 15 والما فيشل بين 10. زي لو نزيل المحاضرة احنا دول العشرة شي يسوون؟ يعني 190 بقية شو ما حيقروها؟ مو يقروها الامتحان؟ احنا مو كل الاسباب لازم نعللها انه المحاضره ما نزلت، محاضره ما لحقنا. ما ينفعش بين 10 في التمدمه بس يعني مفروض اول خلص دول العشرة وال190 نفس الشيء، يعني البقيه نزلت من وراها طراها هم ما سووا شيء، يعني هم اختلفت الامر. العموم شغله خير ثاني جزء ممكن تكون بالعدد أكثر بس بالمحتوى أقل مالتها. محاضرات أكثر سهلات، يعني راح نسولف على سيستمات بسيطة يعني بيه، وراح يكون أكثر شيء هيدلاينز، يعني ما راح أطول تفاصيل لأن راح يكون مشتركة بين الجراحة والمدسك، فيكون صدر عليهم أكثر نقطة من النقاط اللي أنتوا ما حققتوها أنه إحنا ما سوينا كوزات، إحنا سوينا كوز واحد طبنا المد. أكيد كانت هاي التجربة، ما طيتوا لي مجال، قلت للعلي هي لي أكثر من وقت حتى تسوي كوزات، تريدوها MCQ وتريدوها أسي حتى تكون التجربة أنت مارة عليك، يعني ما أقدر نحطها يمي الجامعة لأنه هم ما طان وقت. يعني لا عشلون علي أكيد أنت ناخد أنت مطبت للميد راح تتفاجأ أكيد، أنت من ممتحن كوز واحد داخل الامتحان أكيد أنت ما أكد تجربة لك، فكل شيء يجي جديد، يا سؤال نطرحه عليك راح يكون جديد مخالف للي انت تدربي. انت امتحنت كوز واحد وكيس، لا امتحنت ام سي كيو، قلت لي حتى الكترونيوم ما سويته، مو قلت لي الكترونيوم نسويها نزل لنا ام سي كيوات حتى لو 5 5 ما صارت. هذه كلها اسباب ادت لها النتائج، وفصلت ثاني راح تلحقون نفس الشيء، ما راح تطول المجال انهم تحكم كوزا، انا راح اطول لل هو مو قصد الأسبوع الجاي، مفروض هذا اللي كلها المادة كلها ممتحنين بيها، ما نطفينا لكم محاضرة ممتحنين بيها عايفين، احنا عارف بس محاضرة واحدة ممتحنين وطبينا سبعة ما ممتحنين بيها. أنا ما عندي إشكال بس غير هو يحدد ما طول من عنده، لأنه قال دكتور احنا عندنا أكثر المادة احتمال كوزات الضارب نفس اليوم كوزين الجوز، حدد اليوم وأنا جاهز ما حدد. علي هذا الحكي هسه انت مصر شوي خلي تدخل المحاضرات ويطورك المواد توقفني، لا دكتور انتظرني باكر جراحه، لا دكتور انتظرني باكر فيليو، دكتور باكر صناعه، لا احنا بالفصل او تغطنا كل اسبوعين كوز، لا مو كل اسبوع محاضره، كل موضوع ينتهي كوز، يعني ممكن محاضره واحده ممكن ثلاثه، لا ما صرنا ثلاثة أكيد اثنين اثنين، احنا مستحيل أكثر من ساعتين ما أخذ، بس تنتهي المحاضرة كلها نسوي بيها بعد ما نبلغ علي هاي ميت أجل منها الفاينل اليوم أبلغهم بعد ما حتى خلاص، يعني هذا السيستم راح ناخذه منها الفاينل حتى كل المحاضرات على الأقل تبقى محاضرة وأنت ما تحنين بيها اللي هي قبل الفاينل. شلون؟ ما أدري والله بعدني، يعني حتى السيستم اختلف، كنت المفروض انا احضر لكم البيجمنتد بس صفنت الباحه على البيجمنتد، قلت اكيد باكر ما راح يجون تتوقع صح، لقيت ما شاء الله وايد حضور فغيرت اسحبتها حطيت السيرفر يعني. بس الموجرين كل عندي 10 خليه يحضرون 10 خليه يحضرون البقيه. دكتور تقويم الانجين 41 ليش مجاني؟ دكتور والله المجل
لا التسعة هذول المتحنون يحضروا نفسهم لأن ما أظلموا جماعة الفصل الأول نفس السيستم راح يجيمه 50 سؤالين جيم منها بس أنا بقول عرف ما راح ينصدم يعني عرف راح يشوف 50 نقطة بس نفس الشيء يعني ما نغير شو نغير لا شو إذا بغيت امتحان الدور الأول والدور الثاني نجيب لأسئلة السي هاي قبل كان نسوي خلي أقرب شهر سيارة إجابون تسعة دول نجحون أفرح أنا ليش أنا ما مو عدوي طالب أفرح إن نجحون طلاب من ان شاء الله الاسبوع الجاي راح نبلش نرجع السيمينارات العيادات انا ريكويرمنت بالنسبه لي ما معول عليه كلش بالدرجه يعني لا درجه معول عليه انا انه عليكم بين يعني خانه مفتوح ليش ما اخذ مره ماني ماني اربعه بس تيم جونز اربعه ليش ماني اربعه تيم جونز اربعه ليش نعم لا 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 اكو طلاب مو زينين ودول اللي راح لحق العيد لهم لو ما لحق فوق شنو ذنب هذا؟ دكتور احنا لا بابا ليش هيك كلش متجاهل على كيف؟ الريكوايرمنت بالسنين السابقه 16 كنا نخلي مينيموم والمكسيموم مفتوح اكيد 200 طالب تجيب لا احنا كلها طبعا ماكو فصلين ليش ليش الفصل؟ أخيرا ما لا عيادتي ولا بيشت دكتور هاي بلغ كل أسبوع عيادة وين كل أسبوع عيادة؟ هم بين أسبوع أسبوع دكتور مدير العيادات خبر إيه تحاول عيادات جديدة دكتور بعد أحسن هاي جيدة أحسن ما بين أسبوع أسبوع كان يعني أنت تدخل بالشهر عيادتي دور اول عياده الاسبوع الجاي من غير خدمه ليش احنا ما حسبناها قلنا كفون سبناها سويناها بس اكو جروب تاخر اللي ما اخذ دور سيمينار كل جروب سيمينار خلاص كل جروب سيمينار من بعد نبلش كل جروب سيمينار ما بركوار بسيط جدا بسيط ليش ما تلقي ليش انا مطلب تبيشت طالب صديق اي واحد معكم عنده مشكله ما معقول تقولكم نورمال ليش ليش اصلا اسوي سيرفي عليكم يطلعون لكم نصكم عنكم تي ام جي خلاص ليش ليش شنو اللي جاي انا ما حددت التايب مالي حتى التايب مالي شي محدده يعني اطلب منك مثلا تجيب لي الاكل بلا نص هاي صعب انا حطيت لي شيء مفتوح يعني جبتني اربع نفس الشيء انا ما عندي اشكال هدف اسسمنت مانيبوليشن مالي مو العدد لان طالب عدد ما قدرهم ما قدرهم بقيم عند المكتب مفتوح انا طلبت اربعه للكل الاربعه تاهلت للدخول الامتحان قال ما راح ادخل الامتحان فاينل تدخل بين الامتحان ثلاثة ما دخل الامتحان ليش؟ لأن سبيش تيجي ما كملين بيركو أرمت شلون؟ عنده فنجر انفكشن عنده تي ام جي عنده تورس عنده بيجمنتل عنده فورتايز كرانيوز عنده ليوكودم خلص ركو أرمت فاسد لا ليش ليش؟ احنا كلنا ساعدنا نورمال ديفلوبمنتل لأن كل ليش؟ ثلاثة أرباعكم فنقر شو بقى؟ بثماني هن نفس الوقت مينيموم نفس الوقت ماكسيموم أقل عدد ما يدخل واللي عبرها ماضي درجة إضافية ممكن نحسبها بعدين بونص بس الأربعة ما حصل عليها درجة لو قاعد ترجع كيس عليها نحسب حتى لو يصير مغالب واحد يجيب 10 واحد يجيب 6 واحد 8 شنو كيف؟ لا طلعتكم اياه بالعمل ما مت ترى هذا اقوال من اقوال واحد زين نعم ما اعرف كل واحد اخذ يعني ما محسوبه كولكشن
كل الجواب بالسؤال مالت المن كان بيفرح. اي انا شفت الاول فقط بس الثاني. يعني اللي مجاوب اثنين طفل درجه كامله. وانا استفادت صدت. ليش قلت لكم العمليه كانت بالعكس مساعده مو ما حد رسل بيتي بنعمل. قريبي كلش. تعبان يعني. سؤالي ما تعلق بالثاني، اذا الاول غلط والثاني غلط. فلو اصلا الاثنين هذا غلط. تفتحون بوينتات مو خمسه. والله الفصلي الكل زائد نص الكل الحاضر وما حاضر ما عدا اللي نجحنا واللي عندهم كوزات لا اكيد اكو بونص كان اضافي يعني وصلت للزمن ذاك العمل شلون يعني انت ايش قد ماخذ عليه الفصلي الفصلي هو ثلاثة ونص يعني ثلاثة ما أخذت أو 2.7 وصلك 3 ونص إيه طبعا طبعا أكو أرقات فارقة يعني هذا شلون طاق قلبت إنه أنت فارقة ما أعرف واحد عايد لي أسئلة وقعد لي زين عوف الفصلين الميد مال الناس مشخبطون بين شاور هيك شيء يعني كيف اكو واحد كاتب لي كل اختار مسويين ايه يعني هواي اكو وكل ناس ضغطني وقت فارغ تمام كاتب اسم باسم شو اسوي ده؟ شلون اعطيك اياهم كيلوات شلون؟ مساعدتي موجوده ضمنيه قلت لك ما شفت ايدي يعني انت الاص خليه هيك احسن الثاني ماكو ما انا ما قلت ماكو بس انا اضيف شو تحتاجين اي لا الثاني بعد لا تفكر وخلص احنا بعد التجربه انك كانت مو تمام هسه بعد راح اشبعكم كوزات عيني يسوي لنا حتى الكترون يسوي لنا اي صباح امتحان بضل امتحان بعدين امتحان كله بعد شو اسوي حتى الاسئله تخلص من الفاينل تقلع امتحان نص لازم امتحن بيه لا ليش اخوي زلمه مغربي بصفاره ما انسى حطيت لكم نص كلها منطقه نيان صفاره حضور ماكو في على شنو حاسب سحبت حتى الوجوه ما حافظها حتى اشوف هذا زين هذا مو زين طيتها كلها والله كريم يا شلون؟ مو ميزان حسنات في امتحاني قليله ترى فما اريد شو صار تصير يعني خليك شلون؟ انا متاكد 180 طالب ما حد تعالي كل دعت عليه هسه لو الواحد طلع قلبه صدق غير مو لسان اي يطلع غير شكل والله واحد راح العباس عليه قال هذا اناتومي جمبير هنا شيفر زين وين مكانات هي كم دكت عاش ايدك هاي زينة ما صف اول هاي بعد شوي اصحى زين ممتاز مكانات وين وين بلاد ماندو زين دني شيفر زين سلايم معروف شو بنت بيكست سراس ميوكاس شنو سراس شنو ميوكاس شنو الفانكشن مالتي هاي فيزيولوجي لازم نعرف هاي ما تعرف انت السنه اللي انا فعليا شفرت زين دكت مالت الباراتا شو اسمها ستنسن والسب ماندبلر اي علي وارثن تمام سب ماندبلر سب لينجوال صعب تحسين عام السبت ليه تاجم السبعين عوف نيوتن بارثولين دكتور مو يهمك حبيبي مو يهمك يا بارثولين اسمها بارثولين بيها تو تايب السبلين بيها وحده بيها فاريشن مرات
دكت ما راح تفتح واحد قوي السبان دبلة جو التام شايفين أنت شايفين ما واحد من مشتغل أنت دور سبعة كل ساعة تطفر في كل جهة من سلعته ما شايفين شيء واي بس شيء لسانة كان عندنا واحد يتطور كيف اسمه؟ وش؟ شاطر حياتي جيب علي ولا ويش هنطلع في السمانة ما أعطيش هنطلع لها تصلاعي ولا يحمش يكون الدلت معناتها يعني تدخل ميرسل وهي السمانة رسولها بارت بريك وأقول لك بعضهم تفتح بالسايد مارتل ماندبو بالسايد بس باللنبو سايد هي من البريمولارات يسموها داكت أوف ريبينس مطبول داكت هذا الفاريجين الوحيد أروح يجي ناس وأقول يجي وأقعدوا بمكسل يعني الدكت مالتهم تنفصل اثنين زين بعد تروح باللينجو سايد مالت المانتبل باتجاه بريمور المولر يسموها ربنس وحدة تروح لا تتصل ويا ساب مانتبل وتصل تحت باللينجو سايد مالت فرازن شنو؟ اكو سراس واكو ميوكس باروتد ها علي بس درجة تريد طينا اثنين طينا اثنين مو دكتور زودنا اي سولف انت زود لي شوية معلومات حتى انا زودك مي يا ايمن بارود السرس وش عندي شنو يعني سرس ونيوكاس ميوكاس يكون يعني شلون دكتور يعني فيك يكون اكثر زين وش سرس هاي كل السهلة سولف لي بالكونتنت هاي شنو هاي سرس تبز نوع من الكونتنت وصار أول الميوكاس نفرز نوع ثاني زين أكو مكسد يا هي منها نعم ساب ماندبلر مكسد تفرز سرص وميوكاس بس عن شنو يعتمد عن الاستيميليشن عند نحكي بالريست بوزيشن يعني من تجي وأثناء الريست تأخذ معنا سلايبة راح تلقي هاي فقط ميوكاس هاي مكسد هاي سرص بس من الاستيميليشن كلها سرص يعني صار سريع تكوين فكلها بس مين يطلع يعني صار على الرأس لأن مثلاً تقرأ الكولكشن مع سلايب أكور سلايب أكو استيميليتد وأكو استيميليتد استيميليتد تطلعها محلوية كل يلا جنة أكيد السلايب راح تطلع شنو ثن وأكو استيميليتد اللي هو بالرأس تخليه قاعد ربع ساعة مرتاح وتجمع سلايب مالتك فبالحال راح تضيك الناتشرال أو النورمال سليب سلايب هذه مو سلايب وش اسمه غور سلايب غور سلايب يعني ناخذ السلايب اللي بحلقه نحكي على الكلانات لا نجيب صون داخل الفك مجمع بس الكلانات الغور سلايب مكسد مستعد تميزه سرس او ميوكس لان يعني تاخذ منه ركابت يعني نجيب لك سكر السفحه بحلقه وتسحب شو يطلع لك مكسد كله مو بس هاي جنجال كليفكر فلويد بكتيريا يطلع ابيتيال سير كل شيء يطلع حتى بص سير ذاكو التهاب يطلع لك عندنا نقصد نقول على جلاند كل وحده واحد فاكل استيميليتد اللي هي سبيسيفيك صوند كلش ناعمه دخلوها بالدكت بتبدا تجمع لفتره ساعه كامله يحسبون السيلفر فلويد يحسبون الكومبوزيشن يحسبون التايب مالتها فالباروتيد سرس سب ماندبلر ميكسد سب لينجوال ميوكس وعندنا شيء اسمه مانا سيلبرينات تعرفوها هي بالالاف اعدادها مو مثبته كل واحد يقول شكل وهي لا يا هارت بلد كل ركابتي صح هي سبيسيفيكلي مجمعه بالهارت بالسوت بلد بالتانك اكو بس هي اورو دايجستيف حتى بالفارنكس حتى بيتر اسوفيجاس موجوده هذه ادجنكتيف تفرز لنا مساعدات احنا نعتمد على المين الديزيز اللي راح نسولف على المين مو على الماينر ماينر بس شكد ما تشيل من عنده ما يأثر شلت اثنين من ألف عشرة من ألف تفرق ما راح تفرق نسولف عن الميجرات اللي هنا راح يسبب لنا الدزيز الدزيز راح نقسمه بالبداية إلى أوبستراكتيف اللي هي الكالكولاي أو الستون بعدين اللي هي ستينوسيس بعدين فايبروسيس بعدين راح ندخل بالفيرال بعدين بكتيريال بعدين هوتوميون بعدين للأذر دزيز بالبداية سامعين أنتم بالسلف الستون أو يسموه سيارة الثياسز اللي هي تكوين الستون داخل الدكت أو داخل الجلاند ما نستلم الجلاند سواء كان باروتد سواء كان سبلينجوال أو كون سبماندبلا عليكم السلام وين كنتم ها؟ لونتون عايفين مدسن
يلا توكعات عندنا جيولوجيك فاكتور. جيولوجيك فاكتور بعد ما انت تفتح الكتاب وتقرا تسلم لك لاندستون يقول لك الجيولوجيك انون يعني ما عندنا سبيسيفيك فاكتور سببهن. لان لو نرجع لهذا السبب مثلا ديكريز بس ليفل برودكشن ستيسيس دول اللي عندهم مثلا احط لكم انا اسباب ديهايدريشن انتيكولينرجيك ريجولاتيس بالداكت انفلاميشن ديكريز بالفلورايد. لو تجيب اثنين نفس الحاله عندهم مو شرط انه عندهم جزء واحد عنده واحد ما عنده. فهي تيولوجيز بوسيبل تيولوجيز ممكن يصير عنده ممكن ما يصير. بس شنو الاسباب اللي تعزل الى تكوين الستون؟ لازم اول شيء عندك ديكريز بالسلايفا فلورايد. ليش؟ لان اول فانكشن السلايفا هي ووشنج افكت خليها ووشنج حتى لا يثبت شيء. لاكو مايكروبيوم تثبت ولاكو فود يثبت ولاكو نبريز يثبت. فهي ووشنج افكت. بس صار الهستيسيس خلاص كل شيء ممكن يطبش او يلزق بعد ما يروح. لذلك احنا هذول دائما اللي عندهم دراينس يصير كيريز مستمر ماكو ووشنج. كل سنه كيريز موجوده بيه. فواحد من الاسباب هي ستيسيس ضعف الفلورايد مال السلايفا سيديو تو سيستميك لوكال. هذا مو موضوعنا بس ندرس موضوع الجيولوجيز. او السبب الثاني اللي عندك تشينجز بالسلايفا كومبوزيشنز هذا هم يؤدي الى تكوين الستون. شلون يعني؟ السلايفا انزيمات موجوده تربسين كيموتربسين لايبيز وغيره واميليز ما تخلي ستون تتكون تسوي لها لايسيس. اذا غيرت هاي الكومبوزيشن او تغيرت او صار دفكت فيها انش على سناي هم ممكن تتكون عندنا ستون. او عندك بكتيريال انفكشن ضافوا له سبب جديد. بكتيريال انفكشن تسوي يسوي ضعف الفلورايد يقلل ما يخلي الفلورايد مستمر راح يصير بيها انفلام فيقل تكوين مالت السلايفا فيقل البرودكشن. اكو ملاحظه مهمه وايد دائما راح تكتبوها بالامتحان راح ناخذ مصطلح زيرو ستومي وهايبوسلابيشن. ماكو ديزيز موجود بالطبيعه يسوي زيرو سبرم عدل اوتوميه. واضح؟ ماكو ديزيز راح نشرحها يسوي زيرو ستومي. لذلك تلبون بيها لان هاي كلمه دائما تكبرت على زيرو ستومي حلو. وين ما هاي تكتب زيرو ستومي اي شيء يجيب على سلايف زيرو ستومي ماكو تحس فقط بالاوتوميه. بس راح نسولف على جوجرن هذا يصير مالتيبل فايبروسس يوقف الجلاند كله. اما فشن سينوسيس ستون غيرها راح يوقف الجلاند. الجلاند عندي ستة مثلا وقفت واحدة عندي خمسة وقفت الخمسة عندي ماينر بالآلاف. فماكو شيء اسمه زيرو ستون. اكو هايبو سالبيشن اي راح تشوف من سيرك زامينيشن واحد تلقى الفلوت قليل حال الجو الثاني هايبر صح بس دي اتعب من سلايف الزيرو يعني ماكو نو سلايف دراينس واضح. فالزيرو ستون يستخدموه فقط اوتوميون ديزيز فقط بس. اما اي ديزيز ثاني كلها هايبوسلابيشن. تريد تقول ديكريز السلايفا اما تقول ديكريز او تاخذ مصطلح هايبوسلابيشن. هنا عندنا الفيتشرز مالتها كلينيكالي. سؤال هو معنى مسألة ما هو ما يقول هو الكتاب يقول هذا السلف الكالكولاي كلينيكال يجينا فحصنا أخذنا ألف واحد عنده باروتين ستون وأخذنا ألف عندهم سبلينجول ستون وأخذنا ألف عندهم سبلينجول سبمانديولا لقينا أكثر نسبة من ستون تصير بالسبمانديولا اللي هي 80% و 20% تصير بالسبلينجول وأقل 10 أو 5% تصير عفوا بالسبمانديولا 10 او اقل بس بالانجور واضح بعيد انا هو رستاي 80 بالباروت بالنسبه مانتل واضح 80 20 بس بالانجور 10 او اقل او مشتركه ويا 20 سب مانتل اعلى عمل شلون ما ادري كان ناس 80 سب مانتل 10 باروت 10 سبلينجور واضح؟ هسه يكون حصل 110 لا يعني 100 100 يلا 100 تمام. ليش 80 سبلينجور سبلينجور ليش؟ مع انه النستون تتكون بين وحده تمام لها اسباب ليش؟
ممكن ساعات بعد الدخل ممكن بعد لا أول سبب قالوا هذه الدكس مالتها long tortuous شو كده مثل الحية والبارود عادلة فلذلك أنا نسبة الستيز أعلى يضعف السلايبة ما يمشي بصون المعرجة يمشي بالعدلة وهذا سبب السبب الثاني سبب مانتبلر مكان الجو المانتبل فتفرز against gravity دي فوق فبينزل الستيسز يرفع الفلود يراد دفع قوي يلا هذا السبب الثاني بعد السبب الثالث في افرازها البارود تسرص مي يدفع هذا مكسل ثيك يوصل بستيسز يقوم يلزق بالدكت هاي الاسباب عدت انه ليش نلقى الستون بالسب ماندبل اكثر من بقية وانا حاط الاسباب كلنا حاطة في المحاضرة كذلك لان العام شايل الاسباب حاطة بس السؤال واعي وانا اشرح على وقعي اما نوصل خليته حتى بعد ما حد يقول لي دكتور ما خليته مباشر حتى لو يبس واضح؟ على الاسباب الثلاثة انه ليش نلقى الستون بالسب ماندبل اكثر من بقية انه الدكت مالته تكون طويلة توصل تقريبا في حدود 5 سنتيمات 5 سنتيمات تكون معرجة ثانيا تفرز against gravity ضد الجرافيتي فبالستيسس احنا حتسبنا ستيسس ضعف بالفلوريت فيبدي يكون اكثر بالاضافه الان مهم السكريشن مالته مكسل ومو بسهولة يندفع اللي راد له وشي clinically adults are mainly affected كله تشوف يجي young او children عند اكثر مع اعمارهم 45 male twice than female كالكولا يوجوالي يونيلاترال هذه مهمة عندنا ديزيز حق شبابها لاترال يسمو لاين فيس يعطي منفوخات وكل ديزيز يونيلاترال كل اللوكال يونيلاترال شو كيزل بها لاترال يطلع تستمي ديزيز اوتو اميو ممكن انفكشن ممكن حتى انفكشن في كونتروبيل استمتلا ناخذ المانس المتاب يجي بايلاترون حسب اعتقاد نبني نسا بيرول لا لا ممكن يجي بايلاترون لا تخطر لان شرمنا عندنا دياجنوستيك فيتشر ثابتة يعني نجد طبق الفيتشر علي والقاء كل صح بس يونيلاترون يقول لا هذا ملكة بس تثبتوها يونيلاترون ممكن يصير فانتبه على اليونيلاترون الكيس يونيلاترون يعني لوكال عدد مو تستمخي فيه كلاسيكال سبتم بين تبدو معنو فين ليش بين لا والله تدفعها ترجعون للنام تدفع توقف ترجع للنام انترستنج نام يصير انس كوهنر بيشن بعدين يصير فيه فاكثرهم يجوك بين شو بكيت؟ أو شنو التيست السوي هيا حتى تعرف أن هذا أبسط ركشن سهل كل السهل حاطة بلازر نام كل هاي النفخ من تشتم من تاكل ليش؟ استيميليشن مع سلايف فهو راح يقول لك دور اجد غدة النفخ ابطل غدة تروح اجي على عدة النفخ ولا بطل الاكل حتى تروح فكل اثناء يعني هاي الاستيميليشن مالت السلايف انت تمشي او من تاكل شيء اذا تجربه كلينيكال يجيب لك راس بصل عياده شمم وقوفه بس كلها خلي راس بصل على خشم احسب اربع دقائق تقعد البرودكشن السريع مالت السلايف فالتيست هو هذا اذا سالتك بالامتحان وقال لك كلينيكال تيست Investigation or diagnosis. Cerebral stone clinical. هذه صور هي عادة لو شوفوا
That obstruction leads to the infection, pains, water, and the gland. Time? مرة جبت لهم سؤال ليش obstruction يسوي infection؟ هذا سؤال بس على ليش؟ هرم ما بدرز عمل الجلاند. وين الانفكشن؟ شلون طب البكتيريا؟ obstruction سوالي infection. جبت مرة كيس واحد انه obstructed مرات الجلاند swelling وعمره هالقد وهذا الانفستيجيشن مالته صار عنده infection ولا 2 weeks نقلت العافة ما توجع عافة واي عندنا هيك وش يجيك low pain low infection low severe swelling بعد هم بيت البيش يعني شوية ورا مصير قليس كلش يجيب مخيط صار عنده infection جانا ليه صار infection واي هذا السؤال بس عليه 10 درجات ما ماخذي دكتور احنا ما ماخذي شو جابني السؤال لا انت حكيتها ولا كاتبة انا حاشيه ضمنا طبعا بس ما اكد عليه كذا بصوره السبب مالتنا هو شنو؟ دكريت بس الليفر فلورايد فمن قلت ماكو واشنج صار اتروغريد طب البكتيريا من الركابتي عدكت وعبرت لو ستركشنه ورجعت للجلاند فسويت لنا انفكشن بعد سكريشن مالته ميوكس احسن مكان للجروث ميوكس كانه اقار هاتلاند صار انفكشن بسيط كلش بس شويه شغله لهذا ما مش حاطبي تمام الستون may be seen in radiograph نجي للانفستيجيشن قلنا كلينيكالي عرفنا بس انت مثلا كلش كلافر ما عرفت كلينيكال بدي اتاكد دكتور شو اعرف اكس راي ليش هو ستون راديو اوباسيتي بيضة تطلع فعند الدكتور قلنا انفستيجيشن اجى واخذ اكس راي لقوا 40% من الباروتيد 20% سب مانديبلر ايش قد صار؟ و40 نان ما طلع ايش راي؟ سودا ليش؟ لا مو كلاسيفيكيشن ممكن بس اكو بعض انا ما راح اقول الا انت مصر لا اول شيء سلم لك لاند هي سوبر فيشن مودي هي صار فوق المصر او جوا المصر اصطبوا على زين لا شيء ما ده صبص يعني الفلويد يمنع اكس راي يمنع المصر يطلع شيء يعني اذا كانت مسرص او ميوكوس الفلويد كلها بيضل طلع مال كونتراكشن مال السينوس التضيق عندنا مال ديستراكشن مال الجلاند شنو هو سيروغراف؟ سيروغراف عبارة عن تيست شنو هذا التيست؟ يجون يحقنون مادة راديو ايزوتوب اللي هي الايودين وين؟ في الدكت
تروح للبنان هذا راديو اوباسيتي داخل اكسريت لون فيها بيض يسموه راديو ازيتوب ماتيريالز اللي هي الايودان اللي عند الناس الايودان شنو تبين لي؟ يبين لي مكان هذا وستركشن وين؟ ارد اشوف انا مكانها وين؟ ليش؟ لان اسوي تريتمنت فالسفستيكيشن هذا يفيدني احدد المكان واحدد التايب كوجين ستون لا عندنا نوع ثاني صراحة نشوفه اسمه سيريبرال جلاند ستينوسيس تضيق يصير بالدكت هذا نفس الشيء اخذ اوبستراكشن بس يعبر مو مسدود كليته فارد اشوف شلون اتعامل اتعامل ويا ستون اتعامل ويا ستراكشر او ستينوسيس فيسوون هذا التيست اللي هو سيلاغراف راديو ايزوتوب ماتيريال اللي هي الايودان يحطونها داخل الدكت تدخل الكنار وبعدين تاخذ اكس راي شو الاكس راي اللي يستخدمونها كيفك حسب الانديكيشن اذا سوبرفيشالي تقدر تستخدم بلين لاترال انتيرو بوستيريال تقدر تستخدم كلوزر اصلا حنشوفك صوره كلوزر حتى في الابيكال اذا كانت الكيس مالتك لوكالايز كلش او سي تي او سي بي سي تي او ام ار اي حسب انت اللي تريد شنو تعالج لو بس تشوف مكان دايجنوستيك اذا بس مكان كلش كافي او بي جي كافي طلع لك اياها اذا لا بدي احدد لوكيشن لا لازم سي بي سي تي حتى احدد شوف مكانه هذا السير نان كالسيفايد اوبستراكشن مي بي ديو تو فايبرين اور ميوكوس بلاك ذات افكتد ستنسن دكت مال بار شنو هاي الملاحظه اللي ما حد بقى واحد اصلا لا تقدر عن يو سي نان كالسيفايد ليش نان كالسيفايد مو نان كالسيفايد يعني هي كالسيوم بها قليل انت طبعا شنو ستوني شنو كالسيوم او بوتاسيوم يعني مرتبط مينرالز نقول عليه شو يصير به اي فورم بودي بالبودي كله خليت فورم بودي انت شو يسوي للبودي عنده طريقتين يا اما طلعه عن الجسم يا اما يعزله شلون يعزله لا فايبروس شو فايبروس يسوي له دائما دار كولاجين ويغطيه وخلاص حتى يصير نان فانكشنال لا يفرز ولا يطلع ولا ينتشر ولا يروح غير مكان نفس الفقرة تصير الستون يغلفها فايبرس تشو فايبري فمن تجي تاخذ اكسرة يطلع سوفت تشو سودا ماكو اوباسيتي بعد صار ماسكينج لها فما تشوفها انت هي موجودة بس ما تشوف فايبروتك شو سوى بالحالة استخدم سيلاغراف سيلاغراف ناحيتي اوباسيتي يمها ويعبرها ويكمل بتشوف الغلطة بياض وبنص نقطة سودا هي هاي الستون ريسك فاكتور من هذول اللي هم ممكن يصير عندهم سيرفيسياسس او سيرفيجام ستون هايبوفوليميا انفكشن انفلاميشن ديابيتس جوجرن طبعا عندنا انفكشن انفلاميشن بنقص على البارود لا تنظر سيستم انفكشن هذا البارت يعني انا علاقه بالسايد مساعد مارتنا سيرفيجام ميديكيشن انتيكولينرجيك لان ديارتك جماعه الهايبرتنسيف الهايبرتنسيف هو يسوي ستيسيس يقلل الستيسيس مال الفلورايد تروماتيك جاوت هذا الجاوت تعرفوا شنو الجاوت ده النقرس اللي هو شنو انكريز يوريك اسيد بالبودي هذا النوع الوحيد اللي الستونه مالتنا متكونه من يوريك اسيد بارتيكلز البقيه كلها كالسيوم بس هذا اللي هو انكريز باليوريك اسيد برودكشنز فتلقاها ميكسد حتى يوريك اسيد بيه فانا جبت لك ام سي كيو انه يا تايب من ذني يكون الكوز مالته الستون مالتنا بيوريك اسيد يا خلينا نشوف علي تذكر زين جوجرين جبته بنفس الكيو جوجرين؟ اي جواب جوجرين اي هذا وحده غير صحيح عفوا علي صرنا ناخذ الموضوع طويل سموكينج نفرايتس لان كلهم ريسك فاكتور شو راح عليك بالام سي كيو غلطك الجيولوجيكال فاكتور حط لك ذني لان ريسك لا كتبت الجيولوجي غلط انت غير منتبه لو ما منتبه قلت لي شو رحت فمن جدتك السؤال اذا توقف مثلا صح شو انت قلت لي انا حال 35 لا شلون ارسبت دكتور حد وداخل دكتور المضمون يعني المضمون دايجنوسيس جزء كلينيكال راح وانا عيد المره الالف نطلب منك دايجنوسيس بس مو ايش من فقط الانفستيجيشن
حتى كلينيكالي الطريقه اللي عندك كلينيكال اذكرها. ليش تكتب لي قبل بايوبسي بايوبسي حاطين بايوبسي؟ ليش؟ انت نطلب منك دايجنوز يعني جزئين، جزء الكلينيكال بي انفستيجيشن اكو طريقه تقدر الشخص الديزيز كلينيكالي شيء نفسه مو كنا شو نسوي؟ حطها حط بالبقيه. انا مسويت الدايجنوز هناك كلينيكالي بعد ما اعيد هنا اقول لك مره ثانيه كل محاضره انطيك اللاب انفستيجيشن او الانفستيجيشن البقيه لنتأكد هاي الستون وين الامج تكنيك كلها اللي شغلنا عليه هسه شنو اللي مكان المناسب لك انت تختار. بعد سي بي سي تي ام ار اي وعندنا ذن اثنين هذا اشرح هذا السياله اندوسكوبي شنو عباره عن تيوب وكامر يدخلوها بالدكت وتعبر للجلاند وظيفتها دياجنوستيك اند تريتمنت. شلون يعني؟ هو تيوب يدخلوه شاف الستون يسحب هويه اذا كانت صغيره اذا كبيره ما تندفع لازم سيرجيكال. فهذا دياجنوستيك مو فقط الستون لاي شيء ثاني. طبعا العراق ما عندنا الحمد لله حتى للدكتور مثل القسطره دكتور مثل القسطره يشخص ويفتح بس الاشياء المانيه ما يقدر يفتح اشياء ميجرات يعني ستنوسز 1 ملم ما يفتح بس مثلا ستون 1 ملم يفتح عادي يسحبه طلعه بس 5 ملم يطلعه. هذه كلش صارت شعر داخل ضمن السورتش بس يا اندوسكوب من ضمنها. احنا اللي عندنا هنا يا اما بالاكس راي يطلع يا اما سيلوغراف موجود بالمستشفى تكتب له سيلوغراف يحط انه ويجد لك النتيجه. هذا المكان مالته هذا البوزيشن هسه فور دايجنوستيك فور تريتمنت اثنيناتهم صحيحه. مانجمنت ايش راح اسوي له؟ عندنا نيشال ثيرابي هذا راح يجيك انه مو عندنا بين انفكشن بالبدايه سبورتيف ريهايدريشن رجع له لازم انرجيسيا انتبايتك وانتبايتك. اذا انفكشن تطلع انتبايتك وصخي تطلع انتبايتك. انفلاميشن انت انفلاماتري. هايدريشن شنو؟ مو قلنا هايبوسالفيشن قلنا ستيسيس حال قلنا هالشيء. شو اسوي للدكتور؟ عافية سلايب اصلا ارتفيشال سلايب حالة حالة هاي مالحين او ما القى انت قاعد برميت وين اقول لك ارتفيشال سلايف عنك بيشن جاني من هناك قلت له عقلك انت جاي هناك قال والله دكتور ما عندنا ارتفيشال سلايف دزوني عليك جوكر اللي عنده خطيه اي والله خطيه لا هو جوكر اللي عنده شيء يا جماعه اي شنطه بديل شربه مي كل هذا بطلق صالقه 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 زينه يعني جيبك لازم يشرب خمس ساعات ما شرب نقول لك ما اقدر دكتور شو يصير هذا رقه راح يتمضمض يعني البطل عنده دائما واشنج يعني ريد ريبليسمنت وشنو فات الارتفيشال سلايف ريبليسمنت حتتعوض لنا ما راح تعوض الكومبوزيشن بس تعوض اللوبريكيشن تعوض البروتكشن تعوض الفلاشنج تعوض الواشنج هاي تعوض كل هذا البطل المي انت تحسب اذا واشنج كل ربع ساعة هو شيء أو أنت عندك هذا اللتر كتلة ساعات لا تتخلص تمضمض يشرب تمضمض يشرب إذا عطشان وإذا لا مثلا شتى يتمضمض على كل وشي حتى يعوض إذا ما حصل ارتفيشال الناس هي هاي قليلة شركات قليلة كلش تجيب مرات تنقطع شنو الحل؟ لأن هذا شنو السكوير مارتز؟ كيريز كل عنده تلقاهين برلندايتيس جنجفايتيس كل شيء راح يطلع فانجر ميطي استد بكتيريا كلها فلازم تعوضها لازم ريهايدريشن تسوي سبلمنتيشن ما تقول هذا الحل او سيالو جاج شلون تعرفوها فشلان لا مو المساج قبلها حامض حلو شنو هذا تضغط علي انت حامض مره حطيتك هذا تضغط علي حامض حلو شنو هذا جبت العلاج ما قلت هذا حامض حلو راح الصيدله طلع حامض حلو قلت لك تضغط علي وطلع حامض حلو رجال كبير انا مو عيب عليكم
قلت له لا هو علاجك عم وهلهم. قال شنو؟ قال علاجا صابوا هاي البلاند واقفة لازم يسوي استيميليشن. استيميليشن شلون تشذب عليها؟ كأنها تاكل. هو مو تروح تاكل انت، اذا اقول لك اكل بتطلع من الباب. فحامض حلو حتى تسوي استيميليشن للبلاند. بس مو حامض حلو، مو تاخذ لهم هذا ب 4000. لا فري شوكر. خلاص. ميديكال ميديكال هذا فارماكولوجيكال. يعني بيعوه بالصيدليات خلاص. اما تشون دم علاج او سلكار. دكتور هم قاموا يضروا جماعته لا لا حامض حلو مو هذا بشكر، هو ما عنده سلايفة دور جلب بسنون يصير كيريز غلط. لا تكتب لي احسن، خلي العلاج هذا يقول له شوف ما يحصل لك ما تطري حامض، لانه ما في ستيسي تقدر تجلب بسنون الدور هذا صاحب خفر رجعي. لا لا تقول له هذا طبي لازم تفهم. اذا انجليتين احنا ايش ننزل اسمنت هذا المسكين رجال جاني من الرومانيثي يعني بسيط بناخذ حامض طبعا يخلص 24 ايام على الطاريه. لا لا قلت له تريتمنت هذا شيء ايش استمر راسه بس البقيه تعطي لوكال حتى تستوي ستيميليشن خاصه دول اللي مو عندهم اوتوميون اللي عندهم هايبو سالفيشن مثلا ديابيتك مثلا جماعه الهايبو ثايرويدزم هايبر ثايرويدزم دول عندهم ستيسيز ديو تو ديكريز للانسولين برودكشن لان عندهم انزيم اما ثايروكسين اما دائما ديابيتك يصير عندهم ستيسيز وكل هايبو سالفيشن اصلا عندهم فبس احنا بس السليفري لا نسوي احسن من الجكاير من الحمض. اذا ذني كلهم ما فادن هسه نروح للديفينيت تريتمنت لان كان سبورتيف دكتور هذا الدكت الستون سات الجلان ما تطلع شنو الحل سيرجيكال لسه الدكتور منتظر ايش راح يسوي قبل الدكتور منتظر جنرال باكتشنر اللي هم انتم يمك سوي سيالوجراف اي ما يحتاج لجراح عاد اي واحد يقدر يسوي اذا كانت الستون ما عندك يم الاورفس قصورك شوف السهاي هاي 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 أورفس هاي هاي ما شايفتها قدلك السلاحة وليش طبيعي هذا مو فيديو يجيو بشير اي انا دائما حذر من عند عندنا خاصة هذا من يعني يكون مبليك هذا سين بينه هاي مفاتحي يعني هذا جاني وهاي ستون يمني يمني هل تدرس هاي المنتظر؟ جر الليست مونتي الموضوع هاي زين هاي شو يسوي لها؟ تبقى مفتوحة حتى الدكتور منتظر راح تنزل اياها شو يسوي؟ مارشابلايزيشن يفتح الدكت يطلعها ويخلي الدكت ويلي فلور لانه الدكت بترجع نسوي لها سوتشرنج هي كلها 2 ملي سويت لها سوتشرنج سديتها اصلا فشو يسوي هي الحافة مالتها ويلي فلور مال ما وتكون تطلع سلايد نار نفس الشيء راح تبقى مفتوحة وتطلع لي برا فإذا كانت هنا هي تطلع من الأورفيس بدون ما طخها بدون سيرجيكال يعني حتى ما تكبر الفتحة طلعها بدون ما تفتح كذلك بالنسبة للستنسن شو تسوي مثلا لا دكتور شو بنتها مثلا بعيدة بس مثلا هذه هنا بعيدة كلش هذا أحلى نفرض هسه هذا ستنسن هنا بي الأورفيس مالتنا هنا وال اسمه الستون هنا قريبة انت تحسس بيدك شلون تحسس بيدك باي مانوال يسموه فينجر برا فينجر جوا تحسس الستنسن بيني واضح يعني كله سوفت تشو تحسستها الدكتور قريبة من الأورفيس شو يسوي له ادفعها اصلها وادفعها يسموها ملك لايك برودكشن شلون يحلمون الجبس مو عصرون هيك ينزلونها نفس الشيء هنا بس شنو لازم وراها مو مكانها لازم انت بيهايند تضغط تدفع تطلع ما صار لنا دكتور ذني حاولت بيه ما صار لنا او بعيد هاي بعيدة يطلعها زين سب ماندبلر اصلا هي سيرجيكال سيرجيكال ريموفال شو راح يسوي لنا دكتور منتظر هنا يفتح كل الدكت يشيل اول شيء فلور مال ماوث الدكت كله بديو دينا مكان الأورفيس إلى حد ما مكان الستون ليش دكتور خايف تعرف مكان الستون أنت إذا فتحت النص النهاية بعد ما لها داعي فيفتح على كلها وفيدخل الفلور مال موث حتى السلاحة تطلع للفلور مال موث بعد إذا رجع خيطناها شو يصير
سيستك ليجن يصير. السلايفة تروح بالسوفت تشو جوا السوفت تشو بعد ما يطلع لي برا. شو يصير عندنا؟ اسرع ناخذ سيستك ليجن سمرانيولا اليوكسترابازيشن مالت السلايفة اندر ميكوزا بالسب مانتولا بالي. انا لازم يعني يكون ويا الفلور مالكم. أنا كلوزر كافي أنا شخص بستون والمكانها وشين عندي أنا كذلك لاترال ماخذ ناندرو بوستيريور حسب السايت أنت اللي تحتاجه راح تأخذ الإكس راي له يمر رايمس أو بي جي ممكن تطلع لك إياه بس الأو بي جي مرات بي كونتروفيرسي أوفر لاب يصير ورا مرات حتى هذا هسه مثل هسه هذا نان شو تقول له هذا راسه هيك صاير هيك ماخذه اذا هيك صار جوا الرمص جوا الانجل ما تبين تقول له شفتد اكتب له لوكس راي من هون شفتد هيد ليفت اور رايت حتى تبين مكانها وين يطلع لك مكان بالضبط هذا هسه هنا دايجنوستيك فقط اريد احدد سبيسيفيك اسوي لازم شيء على الجراف اللي هو هذا هاي كلها انجكتد ماتيريال ايوه دعم اخذ لها اكس راي راح تبين تعطيك المكان سبيسيفيك بابله ستراكشر يعني استنوط ضيق شو راح تصير هاي تروما ينضرب ليلعب طوبة وضرب ماطور وقع بيهن او دنتر مثل علي مسوي له كلاس بيجي فاره دار مدار التوف ويضرب خده وهذا ياكل ويجي طخ الدكت بيصير استنوسس تضيق من التروما او في يصير به هايبر بليجي احسن مصر اوسليشن شو يسوي الجسم ديفنس يبدي يزيد من الثكنس مالت الجلاند مال الدكت يطيق فيصير عندنا استنوسس نفس الفقره نفس كانه هي الدستون بس هنا ما راح يصير هذا السؤال انجلش راح نشوفه هناك لا ما ادري لان هي ما مسدوده كلها بيها بس ضيق بس هم يجيك نفس الأعراض تنس بين ممكن إنفكشن ممكن سوالينها كذلك ممكن فهنا أنا الدياجنوستيك ما تنسي على جراف ما بيكون مجال إكس راي مبين ليش ما عندك ستون مفتوحة هي تأخذ إكس راي كلها سود فأنا أحتاج أسي على جراف حتى شو مكان تضيق وين بيها تمشي لهم تريتمنت مختلفة هنا شوي ليش مختلفة أنا ما عندي ستون ما بقدر أفتح الدكت كله طبعاً كلهن سيرتيكال شو وقت مو سيرتيكال؟ ناس هو أسسمنت للبيش تقول لهذا السؤال أن كلش قد يصير يقول لك دور بالشهر مرة ما أقول لها تعرضه لسيرجري بس لك دور كل يومين الثالث سوالك وتروح أو باليوم مثلاً مرة واحدة هنا لا أرجنت لازم تعرضه لسيرجري لأنه يومين مرة واي هذا بس بالشهر مرة ممكن هذا مثلاً أكل أكلة دسمة كبرت يعني احنا قصدنا انه عندي انا الفتحه ما تدك ما كبيره بعد تخلص الايه بس من يزيد كم هسه برودكشن اكثر من اللازم اكثر من اللتر ونص لترتين ونص يلا يصير عندي هالكولكشن فانت تقرر السيرجيكال ولا لا قررت المسؤول السيرجيكال شو يسوي لك مو شغلتي بس ده يعني حتى نكون شويه فاميليار انا ارجع دياجنوزس بس هاي ديزيز كلها دياجنوزس وطق السبورت السفورة تبي نحلت حلت ما نحلت تنزل السيرجيكال وانتهي الموضوع سووها باوتشز بالون يسووها دخلوا لها هو كونستراكشن دخلوا لها بالون يفتحوها نفس فكرة القسطرة بس القسطرة يسووا يحطوا لها ستنت حتى ينزل لا فقط بالون يدفعوا مرتين ثلاثة يفتح باقي إذا رجعت سووا له ورجعت لا هنا بالحالة راح يرجعون نفس التريتمنت مالت ستون يفتحون الدك كله ويطول في الارض هذا الاستراكشر او الاستينوسس نفس الفقره بس فرق تريتمنت لان انا عندي انسداد او نرى من هناك كومبليت اوستراكشر هذا البالون مثل النفاخه تبعوا البدايه التيوب بعدين نفخوها بالبام سليبري فيستشن
Now that patient كان neglected. مثل ما سولفنا هاي الأماكن اللي هي بعيدة عن المدينة وصعبة يجي ومشت الأمور وصار عنده infection. Super infection المكان مثل ما سولفنا إنه واحدة من complication مالتنا infection. صار infection وحباب غلس. Infection راح يصير عندنا parotitis أو يصير عندنا بيها acute أو chronic. شو راح يصير؟ pus داخل الجلاند. فمن صار pus حالة حال perivical حالة حال أي مكان ثاني يبدي يصير بي drainage little spaces. بس يجيك فيستولا فاتح كستيرنالي مثل هذا السل الهين. إذا جاك علي شو تقول لهذا؟ بيرابيكال مو؟ دور على السيكس على ايت مو؟ على ايت اي طبعا. بس اكو واحدة ثانية او فد فيتشر ثانية موجودة تبعدك عن البيرابيكال. لا السوالنج شوف السوالنج اثنين ممتد بلات ليش بل انت يجي عنده هذا لايت تاتش تاتش ايش كلها باص هذي بعد عبر عبر سوف تجو عبر المصر اللي فوقها وفاتح كستر بالحاله شو يسوي له؟ يصير له دمج اذا كان يعني تدور اذا عامل فتره طويله نعم صار بيو فايبروسس اتروفي حتى لو صرت له دمج بعد ما ترجع طبعا مو شرط انه يشيلوها كلها ولا جزء منها بس الانفيرال لوب بس مثل لوب او سوبرفيشال لوب حسب اللي يشوفوه هم يعني صار بيه ديستراكشن. طبعا تريتمنت من البدايه قبل السيرجيكال قبل الانتباهيك حتى يقلل من الانفكشن والباص لان ما نفتح انا لا نوجد الباص. صدق اكو ملاحظه مهمه طرحوها ذاك اليوم بس مو موضوعنا بس جبنا عن انفكشن. احنا عندنا فد قانون عام اللي هو مو صح انا ما شفت له فد شيء ايفيدنت بيس. اي واحد يجيكم عنده بين تطور انتباهك وتقول تعال ثلاث ايام سواء كان اكستراكشن سواء كان اندو من يسوي هيك؟ اذا جاك واحد عنده لور ايت بادي كيريس تندر وسوالنج شو تسوي له؟ انت بايتيك وانا ارجسي وقل له روح ثلاث ايام وتعال مصر لاني ما راضي هند غير اكو غير تريتمنت تحسين. اذا تقول صح استرجع للدفتر ب 77 يسوي 7. هي الغرض من هاي العملية انه حتى لو كان انجكشن ما لا تعطي انجكشن بلوك اي اوكي يعطي ايه انا متاكد ان انت بايتك حتى لو اوكي ها انا متاكد ان انت بايتك حتى تخلص من عنده غلط. غلط ليش؟ شلون؟ لا انا ما نعرف اصلا انت بايتك. احنا عندنا مشكله انه هذا اذا كان away of the drainage مالته وراح للفرنجيال اري او راح للترومولر او عبر للفارنكس او نزل الجي اي جي شو راح يصير بي؟ هاي كلها ما صار عندنا احنا كنا بالسيف حتى ما ترقى مش تسوي هسه بطلت من صار اخصائي بطلت عرفت انه هذا شيء غلط. بس عندنا محاضره مكتوبه انه لا تطب انت بادئ فقط اذا كان مثل ما قال تحسين انه السايت مالتك مكان الانجكشن. اذا كان السايت مالتنا مال انفكشن مكان الانجكشن راح اسوي سبيريت فبالحالة انت مجبر تنطي انتبايتك. اما غيرها ممنوع منعا باطلا. درينج تسوي درينج عندك حلين لوك استيرنالي لو انترنالي لو تفتح التوث لوك استيرنالي غلط الانتبايتك غلط غلط يعني ما قلت الافيدنس دورت الدنيا كلها روح دور اليوم وجيب لي باكر بحث واحد يقول نطي انتبايتك اذا كان السايت مالتنا اكسسبل يعني ممكن نطي نسيليون نشتغل. ثانيا اكو هواي من النكروتك
حتى بدون السيزن انا اشتغل نكروتك هو عابر للبونش باقي بالتوث ولا كنيرف حتى يحس. ثالثا ثلاثة أربعة عندنا طيب بلوك وعدهم بين يصير مو تمام جربينه هم جربين ممكن واي كيوت يجيك تطيب بلوك وأوكي مضبوطة تفتح وبين إلا حد ما تسوي دروبين لا تفتح البولب تشامبر يلا يروح مو صار مو تمام إيه خلاص شو الإشكال ده اشتغلت بدون أنستيزيا وفتحت البولب تشامبر هو ما يحس لحد ما توصل الدنتين ما توصل الدنتين يعني بالبولب تشامبر غلط لأنه هو سيريس إفكت ده صار عندنا دي عبر الفرنجية ليه دون انجاينا ديجي او دي عبر الجي اي تي سوفيكيشن حتى ديث انا ما شفت يعني بالبداية ما صورت انه السيفيريتي توصل لهذه المرحلة يعني قلت شو اللي تصير يعني يزيد الانفكشن شوي راح يتعب يصير الم اكثر لا سيريس يختنق ممكن للفارنس يختنق بس يعبر الفص احنا مش مدري انه ما راح يعبر شو راح تعرف انت ما راح يعبر غلط جدا انه يجيك واحد عنده خاصه باللور ابسس او باس وتسوي له تطبيق انتباهي ولا روح سوي درينج ما تريد من الاكسترنال لازم يقفل تيوب تفتح التوث لازم يدرن ما نقدر شنو لازم احنا نرجع الموجود اي غلط موجود كل اللي وصلنا غلط كيسات نسد وصلنا اللي هسه حاليا اطباء مو بالنسبه لكم الطلاب انتباهتك روح تعال ثلاث ايام يخلص من عندك على شنو يضرب الالم ووجع بس فيها سيريس كومبليكيشن دكتور شنو السبب شلون؟ كومبليكيشن شنو سبرد مال المانفكشن مالت البص بس ما راح تضرب انتباهتك عبال الفرنجية ما يشتغل انتباهتك سبيسز عندنا هنا بالاوروفيشال ريجن على سبيسز هي المشاكل فارغه يعني ما يواجه صعوبه البص انه يعبر المكان المكاني يسوي مثلا ديستراكشن للبون او للسوفت تشو لا يعبر من السوفت تشو من عبر الايروي خلصت عادي روح تلعب انت بالطوارئ ركزت يوم يعزم الانتيبايتك شو يسوي؟ ريجريس يحاول يطوق الانفكشن ويحاول يحاول عليه بنفس المكان ما يخليه ينتشر هذا الانتيبايتك بس اذا وصل مرحله الباص صاير الجوينت الباص المكان في الجوينت خلاص سوي درينج هم البيش انت ترتاح هم انت ترتاح خلاص فانا هم كذلك اذا كان اكو بلس في درينج انتبايتك كونترا اندكيد انتبايتك شو كيد كان كرونيك بفايبروتيك او ايرلي اكيوت ممكن انت انتبايتك نفس الوقت لازم اسوي له بمانجمنت البقية بوست اوبرت بعد ما سويت بوست اوبرت طيب ليش ما نطيب واستبرت بناننا بيخاف نمنع الانفكشن من غير مكان اذا طيب بروفلاكسز احنا عند الطب واستبرت بس بسوي كستراكشن السورس شلته مو تمام بس بقايا البكتيريا المايكرو اورجانزم اخاف يصير بيها ريكرنس وهي ما راح تصير قليله فنحط بروفلاكسز او نخاف انه اذر بكتيريا تدخل للسوكت تسوي لك مشكله اذا طيب بروفلاكسز بس اصلا هو برا ما يطول انتبايتك بس عنده ترى بروفلاكسز برا هناك عندهم كلين فيلد لازم تدخل المكان البيشنت يشتغل بكلين الفيلد مالتك ماكو سوبر انفكشن سدوس وجرب انتهي الموضوع هاي روح بدون انتبايتك فقط سبورتك الانتبايتك فقط عندنا هنا هاي دول العالم الثالث نشرب حاله حال حامض حلو شلون صاحبنا اعطانا حامض حلو انا من طول انتبايتك اما دول العالم كلها لازم بريسكربشن وصفه وسكجوال وشو اكتبتين شنو عندك ولازم انتكيتين يحاكموك علي اذا ما اكتبت غلط انت حتى تقدر ما يصير لا بعد لا تعبر احسن لك اي ما انت بعدك تظهر في كيفك ما في عجب انت بعدك مسوي ولا اكلتشر يا بان عندي في بري روح اعطي سبورتك انت بعدك انت كلامتري سوي لك كلتشر جيب لي اياك اعطيك انت بعدك عني ها نحن وين يا كلتشر يا عم طبعا الاستاذ طبعا طيب اسنان واصل للروكسيت بقى على البدوي احنا كل شيء نصرف كل شيء نصرف ان شاء الله احنا ما كنا في سنتين نوصل ميراني بيربنين فنسوالف كل الاجيتراكس والتشيبس اي عادي كل شيء اصلا هو البيشن كم راح ياخذ بس دول عندي اصدقائي مثلا خابرني سن ابني وجعني ما يجيني من اول مره لا انا ترى اعطيته قدم اوكسيل لاني بس ما بعد انبعات الثقيل انا جيناك بعد اعطيته وعشت من تبي جاي يا جماعه لا
ليش انا اصير مفتوح؟ انت تتقلل الانفلاميشن. شلون؟ سيلاتس؟ سيلاتس؟ سيلاتس هي الاير دي انفكشن، اير دي كوت انفكشن. بعد ما صار بس. بس هايبريميا. Abnormal blood production للمكان. استوى الدم يعالج. بعدها بدأت الحرب تصير. فلذا ما يفيدنا شو يطلع لك؟ بلاد يطلع. شلون؟ عاد مشكلة نقصد. بس. احنا من المبدأ غلط بس لا تسس السوفتج نفرض. جيت لقيت السوفتج. سوي الدرينيج؟ لا ما سوي. لأنه ما يطلع بلاد. احنا ليش بدنا نسوي الدرينيج؟ الباص يطلع لي برا ما يروح وانطي اكمل انت بايت قوية يعني اكمل انا ما قلت لك انت بايت العوفة درينج وانطي ميسا شلون؟ واحد سيلاتس ما يباص انت تقول سيلاتس سيلاتس هي هايبريمي بداية الانفلاميشن استوى صار انفكشن واشتغل الانفلاميشن بعد ما صار حتى ما انت بتحملات لازم تفرق بيناتها شايفين مو لو ما شرحنا هنا عبرين ذني ما شايفين ذني يسكر العالم ده شرح الميوكوس يورانيولا هي سيستك دي نفس اللي بدك نعرف بس هي نتترو سيست أنا حاضر يعني هوا يكوسي بلست الامتحان أكتب لك أورب تفلوين إذا تروس است بعطلك سيستا مونا حاضر وياها الميوكوسي ليش مو تروس است ما بيه لاحنين شو ندي يصيرنا أنا ديفكت عندي بالجلاند أو بالدكت فممكن ما سلاي بتطلع الفلور مال مال بالسوف تشبه أصلا بالسرماندلو والسبلينجور بالنسبة للغانيولا يصير سرماندلو والسبلينجور بس موركن من سرماندلو عفوا سبلينجور الميكوس هي ويامن وهي الماينس الامريكنات الماينس الامريكنات بيها نوعيتين اكو نوع بيها داكت وكو نوع ما بيها داكت قبل الجلان تفتح بالسوف تشبه في جهة صاحبنا الحبابي عارض على شفته شي يسوي تروما للكبسول مالت يقوم تطلع السلايبة وين؟ بالسوفت تشو جو الجلد جو الميوكوس ممبرين مال الليب يصير هذا accumulation of saliva هذا هنا مثل هذا مور كمان بالشايل واي عرب على شفته شبير شوية تل ولو عندهم قابلة هو بس الأطفال أكثر من الكبار يعني شوف عندهم يجي فهذا ضد يتجمع بالسوفت تشو ماكو مكان حصل تصدر resolution لا هو بالفلور ويبيعها ولا أكو مكان بالسوفت تشو حتى يتمدد فتتجمع وطلواك في هذا المكان إلى حد ما شي يصير فايبروسس بالجلاند أو لا تظل تنتشر بس ليش حجمها هذا؟ لأن الماينس إنفر جلاند تفرز قليل هي لو ميجر تفرز لنا 0.5 نص لتر تقريبا بالساعة كان تركي كل الحلقة مرة فهذا تفرز جدا قليل يعني بوينتات فده 3 بالألف يمكن للتر أو 4 بالألف للتر بالساعة يحتاج لها وقت إلى توصل لك مرحلة فبنسي تأخذ هيستري من عنده الكتور أنت صغيرة وكبرت كبرت 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 كانت شفافة وصارت زرقة ليش؟ كنوع نشوف هيج وكنوع نشوف بعيد شو نصير؟ شون؟ لا 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 فوق هذه شو سيستم لها علاقه بالسلايف لا هنا البرودكشن مال السلايف جدا قليل فالميوكوس ممبرين ثين بس دي يعزلك السلايف هنا من الزوج شو يصير يصير ترانزيشن تدرس
هنا الورثك ليش كمان سالفه قليله متجمعه قليله اللايننج مالتنا يسوي ماسكينج للسلايفه ما تشوفها هنا صار كلش ثين درست ما تكون مكان يروح السلايفه وين يروح فين يتمدد يعكس لك لون السلايفه زرقاء السلايفه زرقاء ما يشون النهار البحر ازرق مال لون ها لا 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 برودكشن مارتن مارتن سلايفة بيهن بالميوكوس تبين زرقة أكثرها فهنا يعكس لون الفزلز من يصير ثينينج يعطيك لون البلو مارتن سلايفة لا جمع ميوكوس شوف شلون صار لون بلو صار وبلو طوخ بس يعني بالهاللون هذا زين هاي صارت تسوي ذا اذا كان هذا البيشنت يتعارض ويا الاكل يعني من ياكل طخه من يحكي طخه لازم تنشا واذا لا ما تتعارض ولا استكريم طوجته عوفه معلش سلايفك اكيميليشن ما راح يحصل كل شيء بيه بس اكثرهم راح يجي يقول لك شيء لانه تكبر بعدين يقوم ياكل ويسرى شو اسوي له انيكيليشن دكتور شنو يسوي مع حول ستون؟ وين ستون؟ معود؟ ليش ما تحول؟ ليش ستون؟ هو مي هو سلايفة ليش حول ستون؟ مو بي من راب دكتور تمام حطوا له من راب بس هو مي ستون ما قلت من السلايفة علي راح ترجع لموضوع الستون يلا نرجع الكوز مال ستون من السلايفة؟ لا نورال كافيتي منين جبت سلايفة؟ منين جبت منرالز؟ من ازمانتها مذابة داخل السلايفة وكمية جدا قليلة ما صارتش اكيوميليشن منين يدخل لنا العدل ستون هذا منين؟ بقايا الاكل بحقه تعبر عن طريق الدكت تتجمع شو وقت تتجمع اذا ما قوشنج ينفع صندم مي ضعيف تتجمع داخل كيركولاس على فود على دبريز على على ابيثيال سيلز على بكتيريا نسوي فالكوز مالتنا مو سلايفة سلايفة ما تكون حتى لو قلت الدفع مالتها ايونز جدا قليل عندك شيء بالمختبر من نسوي الاكزامينيشن هو مو يبين كلينيكال يبقى فلويد ايش راح اسويها اشيلها شلون اشيلها شيلها هي والجلاند شلون القاها دكتور بس تفتح هذا الفلور راح تشيس تشيس ما تبي شيل هذا كله لا تقصه شلون اشيله فصله خليه بين السوفت تشو وبين هذا الساك اللي لقيته انت بس شرط مو كلش حدا بس اقرب شرط يعني كلش فاين شو تجيب؟ تجيب دوزر بليند ما بي هذا الحزوز تنزل بيه الساك ورسل البيتر تعزل الفوق مو بالعكس تدفعها ما تتفعصل بها ربشر تجيه بعد ما تعرف الجلاند وين الساك وين انت الجلاند ما تشوفها هي كلها بالمايكرونات شلون راح تشوف عندك هذا كل الساك اللي يبي فلويد تشيله كليته يبين طوبه واضح قدامك بس تعزله حتى ما تقص بس تعزله بالبروسيلفيتر وتشيله شلون المرات من يجينا هسه بلافيكال ليجن جراني لوبو متشبه بالروز تشيله طلع مثل الجيس بس بالضبط بس بيها فلويد هاي حتى ما تخيل اذا كانت صغيره بس لا كبيره مثل لا سوي له سوتشري وخلاص لم الجن دكتور كلهم يجون سكار لا ما صار سكار هذا على الميكروسمبرين مو على السكين الا اذا تمثل علي بدايف بد السوتر مالت السكين لا بالبيرملين بوردر دكتور الفيلر دائما خليه علي شلون؟ الفيلر علي الباقيات على تحسين انتبه انه يعني السجن مالتك نجعل نسجن ولا مو شغلتي انت منتظر يزعلون وانا خلي نسجن فوق الضرب النص هذه وانا خلي منين افتح
عافية منا مو منا علي ونبدأت قوية عن بطيخة وطوكة وين بعد حصل بيهم سيدنا رب العالمين قال لك يا رجل بس ما ترجعون مطيك مطيك 50-60 واحدة سوا واحدة راحت بهذا بالنسبة للميكروسي الرين نفس الموضوع بس الخلل وين بدك مر السب لينجوال أو السب ماندبلر يصير بيها تروما اثنين جت التروما واحد ياكل خبز مكسر ما اعرف شلون يحبون خبز مكسر زولين فهذا اللي عرض بيه جرح طخ الاقلام الجسم الدكت صار بيها تروما اكسترافازيشن يصير بيه وين ديبتن هذا السب احنا فلور مان ماوث سب ماندبلر سب لينجوال سبيسز فارغ مصر وسور تشو يقوم يتجمع بين المصل اللي هي الهوموهيمويد او التايجاستريك وبين الفلور مال موت ينفخ هذا شوف ورا فتره يجي دكتور ومتشخر ليش؟ لسانه لطش سقف حالك يدفع اللسان لي فوق طبعا يسموها رينيا ليش منين جاي سميت الرينيا رينيا باليوناني معروف باللغه ما ادري شنو معناته فروق عقروق ضرر العقلوب مثل هذا مو تمام؟ شلون؟ هميتي؟ هو فروق كاتبين فروق لايك بس مو هرانيولا زين هاي شنو هاي شنو؟ اثنينات هرانيولا زين دكتور تبي تقول ذاك الحليب تطلعها منها شنو دكتور؟ شلون؟ لا لا مو الفرق بالسورس يعني قصدك انه صار ماندبلار كوليجو لا ما انا كده اكو نوعين من الرانيولا بلينشينج وسمبل شنو قصده احنا مو قلنا الفلور مال مصر شنو بيه مصر ثلاثة ارباعها ومهيوت تمتد من هنا لحد هنا لحد الانسيرشن مالتنا والدقاسر الجوار اذا كان الاكسترافازيشن جوا الاوموهيوت يصير بلينشنج رانيولا يطلع وين؟ من النيك هذا اذا كان الاكسترافازيشن اكيوميليشن مال السلايا فوق الاوموهيوت يطلع هذا انتر اورا فهذا يسموه بلينشنج رانيولا هذا سمبل رانيولا ممكن مكسد؟ اي ممكن لان هاي الصوره لنفس البيشنت جوا فوق شو الاشكال؟ يجيك السنة طالع هذا نفسه نفسه شلون؟ لا لا مو تندر لا لانه ناس سبيسز الفلويد يروح ما يصير جتنس مثل الباروتد مكانه كونفاين اغلب الاحيان الماندبلا سب ماندبلا سب لينجوال سبيسز فيحتاج وقت يلا يبين فيه الا اذا صار انفكشن اي بعد بي ريدنس انترنس طبعا كل ما تركناه هذا يزيد بس هي تخوف لازم تتاكد من عندها يا هي البلينجين تجدتي بس هاي مو شرط اني سيستيك هايجراما يصير هنا ثايرويد جويتر يصير نفس المكان فالبلينجين يحتاج ديفرنشيال شو تسوي له سونوغراف سونار يعطيك الكونتنت يشوف الاس ان اي والدكت ويباح فلويد يشيك لاند سيستيك هايجراما يصير سيستيك ديجن فايبروسس بس اذا جاب الاسنان لا هاي مبين رينجل افتح فوق افتح فوق افتح فوق ايش راح نسوي نفس الانستشن سوينا هنا انا دكتور شلون بس مو كان ما علي الحطاب يسويني هنا يحطه بالنص ليش؟ هنا ما نشيله هو ما نشيل الفلور مال ماوث لا هنا راح نفتح اللعنة وصرفنا على الابستراكشن نفتح الدكت اللي هو الفلور حتى يطلع السلايف الفلور مال ماوث نعم نفتح سوي له مارسوبلايزيشن نفتحه بالنص خير طبيعي الفلور مال ماوث اذا كان شو اسوي له؟ لا نفتح المصل مصر سوفت شو كيف طبيعي الفلور مال ماوث يطلع لي بره يصير كله فلور مال ماوث كله يفتح لي بره
وصلت؟ خلاص عندي والجواب. اي هذه هم نفس الشيء، نفس الفكره بالحالتين نفس الشيء. اذا هنا شلون ترجعها؟ مو هو هذا الكيميليشن ما سلمه جو المصب. اي ماكو طلعته، شنو سلايفه هو؟ دلني سحبته راح. اي سديت. اي والتكت وين صارت؟ مثل اذا حصلت هذا الشيء خلصنا مثل المصب. يعني لو كانت الدكت مالتك مو شنو؟ ليش يصير هنا؟ فاريشن اكو بالدكت. مرات الدكت يدي اول مصب صار. مرات فوق المصب، اذا فوق المصب سهله. بعد ما يحتاج تفتح المصب وياها. بس اذا جو بتقدر ترجع تنتوع من جديد. فاحنا نريد نفتحها وين فلور مال مال. حتى لا يرجع يصير اكيوميليشن من جديد. تمام. القلب صعب وايد هنا. بعد انتظر هنا بين الفلحات.